احنا كنا في امريكا يا شيخ، بعدين في معنى الكريدت كارد الحمد لله على السلامة يعني. الله يسلمك. الكريدت كارد او الفيزا كيف؟ في امريكا كريدت كارد او فيزا كارد يستلف عليه الشخص فلوس من البنك او من الضروريات يعتبر في امريكا، حتى تستطيع التعامل مع بعض الشركات وشراء بعض الحاجيات، ولكن هذا عليه فوائد ربوية عالية جدا. وشخص قرر يهاجر لهذه البلاد فدفع المبلغ المستحق والمبلغ الأصلي ولم يدفع الفوائد الربوية وتركها، هل يجوز له أم لا؟ من أين يجوز له؟ هو غرقان في عدم الجواز، الخيانة في الإسلام لا تجوز. أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخون من خانك. حتى لو كانت ربا؟ حتى إيه؟ حتى لو كانت ربا؟ يعني هون بتعرف إنه ربا، ولما بتتعامل بالربا ما بتعرف؟ هي حتما من الضروريات يعني الإنسان. حتما ليس من الضروريات، لأنه لو بقي في بلاد الإسلام ما شعر بمثل هذه الضرورة أبدا. إيه نعم. نعم. عفوا يا شيخ، هي ليست من الضروريات، ممكن أن الواحد يعيش. جزاك الله خير، هي مؤكدا يعني. شاهد من أهلها. وأنا واثق 100% أنه الإنسان ممكن أن يعيش هناك من غير ما يحتاج إليها. هذا هو. وممكن أن يعيش ويتصرف من غير أنه يتورط في الربا. أعرف شخص في مدينة تسمى كولورادو نسي أن يدفع الفاتورة، هو إذا دفع الفاتورة كاملة لا يضعون عليه نسبة مئوية من الربا، فنسي آخر يوم. فأرسل الدفعة بالبريد المستعجل ودفع 8 دولارات على البريد، ولو صبر لو تأخر كان دفع دولارين ربا. ولكن لما علمت الشركة سألوه لماذا فعلت هذا، يعني لما أنا ديني يحرم الربا، فأنا مستعد أدفع 8 دولارات ثمن البريد ولا أدفع لكم دولارين للربا. رفعوا حسابه، هذه طبعا يعطوه على حسب الحساب، ممكن 500 دولار يستعملها، رفعوا حسابه لأمانته إلى 2000 دولار. هذه تعتبر على بعض الشركات والله يعني. فيزا على كل حال يا أخواننا، لا تنسوا قوله تعالى مع الأسف المنسي من جماهير المسلمين: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذه واحدة، والأخرى